كده يلا يا جماعه ركزوا ركزوا يا جماعه، لان كل سؤال هيبقى في حته عايزه تركيز. خلاص اوقات يا جماعه بيبقى السؤال تحله بالاكسكلوجن. يعني ايه؟ يعني هتصادف اكيد، بس ده منطقي انك ممكن تقابل سؤال ما سمعتش كل كلمه فيه، حاجه غريبه طبيعي. لازم لازم يبقى اي امتحان في اي ماده منطقيا انه ممكن تصادف سؤال فيه حاجه غريبه مش مفهوم، ما قريتوش قبل كده، ما قربتلوش، تعمل ايه؟ حاول بالاكسكلوجن، يعني ديت ديت شكلها لا ما تنفعش دي، لا ما تنفعش دي، ما تنفعش دي، يبقى ديت ما بعتش الا دي. خلاص بتصادف بقى اوقات يعني قفلت معاك بقى، لا عارف باكسكلوجن ولا غير اكسكلوجن، انت وحظك بقى حد بادي. لكن الطالب الشاطر اوعى تسيب سؤال من غير ما تحله، افرض انك صادف سؤال مش عارف معاني الكلمات اللي فيه اصلا، خلاص تسيبه فاضي خط الصفر. لكن حد بادي يعني انت مثلا لو اخترت، هم اربع خيارات صح؟ لو اخترت اي واحد فيهم خيار انك صح فيه 25%، صح ولا لا؟ يبقى في فرق ما بين انك نسبة النجاح فيه 0% انك تسيبه فاضي، ونسبة النجاح فيه 25% انك اخترت اي حاجة. يبقى ما تسيبش سؤال ان في كيه من غير ما تحله. واحنا طلبة زيكم كانوا في بعض المواد بيعملوا لنا الاجابة بالماينس. بالماينس يعني ايه يا حبيبي؟ يعني انت اختار الاجابة اللي انت عايزها، بس لو غلط ها هيتخصم منك درجات. كان الله يمسيه بالخير اذا كان عايش، والله يرحمه اذا كان ميت، كان دكتور الهيستولوجي الدكتور ايمن غلاب كان بيقف في نقط، يجي ينده الدرجات يقول لك فلان الفلاني درجه من 40 ماينس 5 ده 0 ده ماينس 10. ليه؟ لانه درجه قصادها درجه، واضح الصوره؟ لكن احنا ما بنعملش بالماينس، راح ال خلاص؟ بنقول السؤال بقى ركزوا. ان ريجيليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، اظن حاجه لسه قريبه. Arterial baroreceptors have no role in short term mechanism، اظن مفيش اسهل من كده. هل ملهاش دور؟ لها دور. Arterial chemoreceptors are concerned with long term mechanism، ها؟ لا. CNS ischemic response is concerned with intermediate mechanism. حد يعرف يعني ايه CNS ischemic response؟ طيب ما بقول فيها كل حاجه لها في حته عايزه تتفهم، سيبوه انا جايب لها توضيح حالا. الرينين انجيوتنسين سيستم از كونسيرند ويز لونج تيرم ميكانيزم، ها؟ يبقى انت دلوقتي لقيت واحده فيهم صح وواحده ما انتش عارفها، طب خلاص يبقى بالاكسكلوجن اختار اللي انت عارفها. يبقى هي مين؟ الاجابه الرينين انجيوتنسين سيستم از كونسيرند ويز لونج تيرم ميكانيزم. طيب حته هنا بقى، ما الفكره يا جماعه مش هحل اساله وخلاص، عايز استفاد. صح؟ الطالب الشاطر من الطالب النص كم ايه؟ فرق بينهم ايه؟ الطالب النص كم يدخل على اسئله ام سي كيو من اي كتاب من اي حاجه يقول لك السؤال الاولاني كذا كذا الاجابه طبيعي بي. خلاص يبقى السؤال راس السؤال بيقول كذا يا بي يبقى كذا. طب استفدت ايه؟ انت لو ذاكرت السؤال صح، السؤال فيه اربع خيارات، ممكن تطلع من السؤال الواحد باربع افكار لام سي كيو. يبقى انا مثلا نقطه زي دي عايز اعرفها بقى، سي ان اس اسكيميك ريسبونس، هل هو immediate ولا intermediate ولا long term؟ قال لك ركز معايا، من اسمه سي ان اس ischemic response، يعني في ايه؟ ischemia. ففي صوره بسيطه بتوضح لك الشورت تيرم ريجيليشن اوف arterial blood pressure. فكل لما كنت بقول لك ايه؟ الاوتو ريجيليشن اللي هي البارو ريسبتور بتشتغل امتى يا جماعه؟ البارو ريسبتور بتشتغل امتى؟ ما بين ايه وايه؟ ما بين 60 و180. طب لو البريشر قل عن ال 60 مين اللي يشتغل؟ طب لو البريشر زاد عن ال 180 مين اللي يشتغل؟ مش ده سؤال منطقي؟ فقال لك خلي بالك الشورت تيرم ريجوليشن في حاجه اسمها بارو ريسبتور ريفلكس بتشتغل ما بين مين ومين؟ 60 و180 ملم مركي، انتوا عارفينها. اقل من ال 60 يعني من 40 ل 60 مين اللي هيشتغل بقى دلوقتي؟ الكيمو ريسبتور ريفلكس. يبقى الكيمو ريسبتور ريفلكس هيشتغل امتى؟ لو ان البلاد بريشر ده اقل من 40 60، وده هيؤدي الى ايه؟ بقى فيه هايبوتنشن وهيؤدي الى هايبوكسيا وستيميليشن زمان ستيميلان فور بريفرال كيمو ريسبتور مين وتسيل ام سي كيو كتير. ده سؤال كارديو وريسبيريشن في نفس الوقت. يقول لك زمان ستيميلان فور بريفرال كيمو ريسبتور از اوكسجين لاك ولا كربون دايكسيد اكسس ولا هيدروجين ايون اكسس ولا بوتاسيوم اكسس. يبقى مين؟ الديفيشنسي اوف اوكس، ده حتى بيقولوا عليها اوكسجين لاك ريسبتورز. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب لو قل عن ال 40 ها
حاجه اسمها سنترال نيرفس سيستم اسكيميك ريسبونس، ودي لها علاقه حتى بمحاضره النهارده. اما يحصل سيفير هايبوتنشن هيحصل مارك ديكريز ان سيريبرال بلاد فلو، صح ولا لا؟ فيحصل سيريبرال اسكيميا. اما يحصل سيريبرال اسكيميا هتعمل ايه؟ ككومبنساتوري ميكانيزم حاجه شبيهه بمين؟ زميلك كان بيقول ورجع في كلامه كوشنج ريفليكس او كوشنج رياكشن، اما يزيد حصل مثلا انكريز انتراكرينيال تنشن هيؤدي الى ريفليكس براديكارديا، صح؟ ان ريسبونس تو انكريز انتراكرينيال تنشن. اما حصل اسكيميا ادى الى ستيميليشن للكاردياك سنتر فتعمل لك ايه؟ ستيميليشن للفازوكونستريكتور سنتر فيزود لك البلاد بريشر. وضحت يا جماعه؟ يبقى ده ريفلكس، والريفلكس ده يبقى اميديت ولا انترميديت ولا لونج تيرم؟ يبقى اميديت. تاني فاكرين واحنا بنتكلم يا جماعه في ريجليشن انا بستاهل انت المجموعه ولا المجموعه الثانيه اللي شرحت لها الايه؟ الجزء ده مجموعه ثانيه. كان في حاجه اسمها كوشنج ريفلكس او كوشنج رياكشن. كوشنج ريفلكس او كوشنج رياكشن بيحصل امتى؟ لو حصل سبب ادى الى ان زاد الانتراكرينيال تنشن اللي هو نورمالي كام؟ تقريبا 13 ملم مركر. واحد لا قدر الله خد خط على دماغه او وقع من فوق السطوح او وقع من على حاجه فايه؟ حصل برين انجري، حصل نزيف في المخ. رفع الضغط جوه الايه؟ البرين، انتراكرينيال تنشن عالي. اما الانتراكرينيال تنشن يعلى هيقلل السيريبرال بلاد فلو، صح ولا لا؟ اما يقل السيريبرال بلاد فلو يحصل برين اسكيميا. اما البرين اسكيميا تحصل هتأفكت مين؟ الميتابوليت اكيميليشن، زاد الهايبوكسيا، صح؟ الهايبوكسيا ديت هتأثر على الايه؟ الكاردياك سنتر. فتعمل استيميليشن للفازو كونستريكتور سنتر. الفازو كونستريكتور سنتر هيؤدي لايه؟ جينالايزد فازو كونستريكشن في الجسم. تؤدي لهايبرتنشن. نتيجة الهايبرتنشن هيحصل اكوردنج تو ميريز لو ريفلكس برادكارديا. فكنا بنقول حتى كنت حاطط علامه سؤال ام اس كيو ريفلكس برادكارديا الريسبونس تو ايه؟ تو انكريز انتراكرينيال تنشن از تيرمد، وكتبت اسامي الريفلكس. هل هو بين بريدج ريفلكس ولا كوشنج ريفلكس ولا بارو ريسبتور ريفلكس ولا كيمو ريسبتور ريفلكس؟ يبقى كوشنج ريفلكس. وتحط الصوره يبقى بمنتهى السهوله سي ان اس اسكيميك ريسبونس ده انهي ميكانيزم؟ ده ريفلكس. طالما ريفلكس يبقى اميديت. وادي الصوره بتوضح لها ايه؟ ان يحصل سيفير ديكريز للسريبرال بلاد فلو، سريبرال هايبوكسيا وفازوموتور سنتر ستيميليشن، انكريز الارتيريال بلاد بريشر. كلام كويس. طب بصوا على السؤال ده، ويتش اوف ذا فولوينج از ترو اباوت كاردياك ماسل اكسيتابيلتي؟ ركزوا يا جماعه. ان ابسوليوت ريفراكتوري بيريود اكسيتابيلتي از زيرو، ولا ان ريلاتيف ريفراكتوري بيريود اكسيتابيلتي از مور ذان ريستنج كونديشن، ولا ان سوبر نورمال فيس اكسيتابيلتي از ليس ذان ريستنج كونديشن، ولا ان سب نورمال فيس اكسيتابيلتي از مور ذان ريستنج كونديشن؟ اول واحده. امال لما يجي يقول لك الايه السوبر نورمال فيس بتقابل مين يا جماعه في الايه؟ في المونوفيزيك اكشن بوتنشن بتاع الكاردياك ماسل. مش في حاجه اسمها سوبر نورمال فيس اللي فيها حاجه اسمها فولنرابل بيريود؟ اللي يقول لك او يجيب لك السؤال بصيغه ثانيه اللي هو الطالب المميز اللي بيفكر سنه يقول له فينتريكولار فايبريليشن اوكيرز اف ذا ستيميوليشن اوكيرز ديورنج ويتش فيس اوف اكشن بوتنشن اللي هي الفولنربل بيريود اللي هي افتر ايه؟ نيجاتيف افتر بوتنشال ولا بوزيتيف افتر بوتنشال؟ نيجاتيف افتر بوتنشال لانها سوبر نورمال فيس، اقل ستيمولس اقل من الطبيعي يعمل ايه؟ ماركت سيميليشن. يبقى هنا ان ابسوليوت ريفراكتوري بيريود بلاقي ان ايه؟ اكسيتابيلتي از زيرو. تاني قول تاني في حاجه؟ ها واضحه يا جماعه؟ كلام كويس. طيب ادي الصوره قدامنا يا جماعه عشان نبقى فاهمين. ادي الايه؟ المونوفيزيك اكشن بوتنشال فوق اهو. شوفوا الاكسيتابيلتي واصله لكام؟ لزيرو. وضحت الصوره؟ كلام كويس. The function of atrial is to، ايه رايكم يا جماعه؟ هل بامب بلاد تو ذا لانج؟ هل هو بيعمل بامبنج للبلاد لللانج؟ لا. بامب بلاد تو ذا سيستميك سيركوليشن، هو بيضخم الدم يوديه للسيستميك سيركوليشن؟ لا. بامب بلاد تو ذا هارت ماسل ولا كوليكت بلاد؟ بلاد ريزرفوار.
ايه المدى ده؟ تسال سؤال شورت اس صغير او شاف يقول لك ايه الفانكشنز اوف ايتريا، رسمه صغيره بتجمع لك الفانكشنز اوف ايتريا ان جنرال كتجميعه. هي عباره عن ايه؟ زي ما قلنا اهو، اول حاجه عندي ريسيف بلاد فروم ذا بادي ان جنرال، زي باس ذا بلاد تو ذا فينتركل، بينزلوا لي الفينتركل. بامبنج اكشن اوف ايتريا، هل هي البامبنج هي المين فانكشن؟ لا. طب ايه نزل تقريبا قد ايه؟ 30% من الفينس التاني بس. زي كونتين فوليوم ريسبتور، فاكرين الفوليوم ريسبتور يا جماعه؟ واحنا بنتكلم في ريجيليشن اوف ارتيريال بار ريسبتور، بار ريسبتور ريفلكس. زي سكريت ايتريال ماتيريوريتك بالطيب، اظن فاكرين الايتريال ماتيريوريتك بالطيب والاكشنز بتاعته. عكس مين؟ افتكروا دي الايه؟ الانجيوتنسين 2. شوف الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه؟ عكسه مين؟ الايتريال ماتيريوريتك بالطيب. زي كونتين اس اي نود اللي هي البيس ميكر اوف ذا هارت والاي في نود. يجي يقول لك بعض الناس الشافعي يقول لك ايه يا ابني؟ لو تخيلت ان حصل ايه؟ ديستراكشن او دامج للاس اي نود، تتوقع الهارت ريت يبقى ايه؟ كام؟ تقريبا كام؟ كام؟ حوالي 60 بيت بير مينت، اللي هي بتاعت مين؟ من 40 ل 60 بتاعت مين؟ الاي في نود. الوزير بتاع الايه؟ الاس اي نود، رئيس الوزراء هو مين؟ الاي في نود. لو اتدمرت الاس اي نود الاي في نود تبقى هي الايه؟ البيس ميكر. ذا كارديك اوت بوت از ديكريسد باي، ها الكارديك اوت بوت از ديكريسد باي ايه؟ هل السمباثيك ستيميليشن يقلل لك الكارديك اوت بوت؟ ولا الباراسمباثيك؟ ولا زياده الهارت ريت؟ ولا زياده الفينس ريتيرن؟ اصل واضحه يبقى باراسمباثيك ستيميليشن، لان لو زاد الفينس ريتيرن او زاد الهارت ريت او السمباثيك كل دول هيزودوا لك كارديك اوت بوت. والكارديك اوت بوت حصل برضه من في مين؟ ستروك فوليوم في الهارت ريت. ادي الفاكتورز افكت عشان الوقت يا جماعه. Which one of the following is present in the wall of both arteries and capillaries؟ ايه الحاجه المشتركه بين الارتريز والكابيلاريز؟ هل كونكتيف تيشو ولا سموث ماسل لير ولا سموث ماسل سيل ولا الاستيك فايبر ولا اندوثيليال سيل؟ الاندوثيليال سيل دي الحاجه المشتركه بينهم. طيب ايه الحاجه المشتركه ما بين الليمفاتيك فيسل والفين؟ مين؟ مين يا جماعه؟ الفالفز. هاو تيشو فلويد فورمد؟ الانترستيشيال اللي احنا اتكلمنا عنه، الانترستيشيال فلويد بيتكون ازاي؟ باي فاسيليتيتد ديفيوجن كوزس ووتر تو ليف كابيلاريز؟ لا. باي اوسموزس ذات دروز ووتر اوت اوف كابيلاريز؟ لا. باي اكتف ترانسبورت ذات موز ووتر اوت اوف كابيلاريز؟ لا. امال مين؟ الهيدروستاتيك بريشر فورسز ووتر اوت اوف ذا ايه؟ اوف كابيلاريز. وير داز ذا ترايكاسبيد فالف بريفنت باك فلو of blood. Where does tricuspid valve prevent backflow blood؟ منين لفين؟ يعني التريكاسبيد ده اليوني دايركشنال فلو منين؟ المقصود قصده يقول لك ان الفلو من خلال التريكاسبيد فالف منين لفين؟ سهله، من الرايت اتريوم في اتجاه الليفت، من اتجاه الرايت فنتركل. يبقى الباك فلو من الايه؟ من الرايت فنتركل للرايت اتريوم. Which of the following occurs during isometric contraction phase of cardiac cycle؟ Ventricular volume increase، ركزوا في الايزومتريك كونتراكشن فيس. ايزومتريك، هل الفنتريكولار فوليوم هيزيد؟ ايزومتريك. الميترال فالف اوبن، فنتريكولار بريشر انكريز، طبعا صح الكلام. فيرست هارت ساوند از كوزد باي، ها كلوجر ولا اوبننج؟ هل في هارت ساوند بيحصل باوبننج؟ لا. يبقى انسى كلمه اوبننج، يبقى كلوجر لايه؟ للميترال. افتكروا يا جماعه الفيرست هارت ساوند، فيرست اول حرف في اللغه الانجليزيه ايه؟ ايه، يبقى اي في فالف كلوجر. سكند هارت ساوند بيبتدي باس، يبقى سيمي ليونر فالف كلوجر. زيز دياجرام، ركزوا على الصوره دي كده يا جماعه. This diagram shows blood bridge. على فكره انا بادئ بالاسئله البسيطه، ما ابداش بالصدمه، يعني كل شويه هتلاقي على امتداد حاطط حوالي حاجه و40 سؤال تقريبا، بس الوقت بقى هتلاقيه بادئ بالتدريج وكل مدى بتزيد النقط الفنيه اللي فيه. This diagram shows blood pressure in left atrium, left ventricle and aorta during cardiac cycle.
ده ديورنج كاردياك سايكل هتلاقي عندك اهي، شوف مفتاح الخريطه، في ادا الفنتريكل، ادا الايه الاورطة، وادا مين الاتريوم. في ويتش ليفل بوينت اللي هي ايه بي سي دي داز اورتيك فالف اوبن، الاورتيك فالف بيفتح في انهي واحده في دول؟ الاورتيك فالف اوبن في انهي واحده من دول؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ ها بي. بصوا يا جماعه الاورتيك بريشر اهو، ارتيريال بالس كيرف يا ظلمه، انا دلوقتي اهوت من هنا، انسى الكيرفين التانيين، فكر في الكيرف ده بقى دلوقتي، هو بيقول لك اورتيك فال، فكر في الاورتيك بريشر هنا من الدايستورنس سيستول بعد، مش ديت الماكسيمم ايجكشن فيس علشان تحصل، مش بتبتدي بالاوبننج اوف اورتيك فال؟ ادي اول حته فنيه، صح سهله ولا صعبه يا جماعه؟ كلام كويس، يبقى دي هي الصح. تاني اقولها تاني؟ تاني. بصوا يا جماعه انا عندي الرسمه بتاعت الارتيريال بالس كيرف او الاورتيك بريشر كيرف اهو، اللي فوق ده ايه؟ اللي هي دي، شوف تكملتها من فوق. لو رجعت لللاب كان في حاجه اسمها اسندنج لمب وديسندنج لمب. الاسندنج لمب كان بدايته من تحت تبقى دايستول ونهايته فوق سيستول، بيبتدي بايه؟ ان لازم الاورتيك فالف يفتح علشان يحصل ايجكشن للبلد، صح؟ بيحصل اللي هي الاسندنج لمب ده اثناء مين؟ الماكسيمم ايجكشن فيس. طيب الماكسيمم دي بتطلع منها اسئله كتير على فكره، ده انت ممكن تطلع من دي 10 اسئله ام سي كيو، اربعه تحط على كل واحده سؤال A B C و D، واربعه تانيين على الفيس اوف كاردياك سايكل وهكذا. يعني مثلا بتكلم على ماكسيمم ايجكشن فيس، ممكن تسال السؤال يقول لك بمنتهى الصوره ماكسيمم ايجكشن فيس ستارتس باي اوبننج اوف ويتش وان اوف ذا فولوينج فالفز، يبقى مين؟ يبقى مين اللي هتفتح؟ هتبدا بمين؟ لوجيكالي السيمينيومر فالفز، الاورتيك والبالموناري فالفز. طب انهي فيس في الكاردياك سايكل الاقي كل الصمامات اوبند؟ مفيش. طب انهي فيس في الكاردياك سايكل كل الصمامات كلوزد؟ اثنين اللي هما مين؟ ايزونيتيك كونتراكشن وايزونيتيك ريلاكسيشن. ذا دياجرام شوز، هي نفس ده، هتلاقي نقطه ثانيه بقى صح؟ ماشي. يبقى ده كان ايه؟ اللي اوبن. السؤال نفس الرسمه يا جماعه، بس قال لك امتى الاورتيك فالف يبقى كلوزد؟ يبقى انهي واحده؟ ها؟ سي ولا دي؟ ها؟ ما تنفعش السي يا ظالم. ده من بدايه السي من فوق هنا وقت الديسندنج ده كذا تذره تركيز خفيفه، الارتيريال بالس كيرف زي ما اتفقنا، الاسندنج ده اثناء الماكسيمم ايجكشن فيس. الانيشال بارت ده اهو اللي هو الجزء اللي نزل الاولاني ده اثناء الريديوز ايجكشن فيس، يعني لازم يكون الاورتيك فالف ستيل اوبن. تيجي عند الايه؟ الدي هنا وقت، ويبدا بقى نبدا بقى مرحله الايزومتريك ريلاكسيشن فيس اللي هتبتدي بايه؟ بالاورتيك فالف كلوجر. يبقى ده هيبقى الاورتيك فالف كلوجر اللي هو الدي. وضحت؟ ها كلام سهل ولا صعب يا جماعه؟ كلام سهل. طب ترايكاسبيد فالف كلوز انهي واحد بقى؟ ها انهي؟ هل هي الايه؟ خلاص البي والدي ما تنفعش، يبقى هي الايه؟ طالما انا جبت سيره ترايكاسبيد افتكر اللي هو الجاجولار فينس بالس، يبقى هتلاقي هنا هو ادى الايه؟ بدا الترايكاسبيد فالف يحصل له كلوجر، فيحصل ايزومتريك كونتراكشن فيس، فيحصل ايه؟ الكاسبة هتبقى اليفيتد لفوق فترفع لك الرايت اتريال بريشر، تعمل لك السي ويف. فاكرين يا جماعه؟ ويتش اوف ذا فولوينج هاز ذا سلوست ريت اوف امبلس كوندكشن في الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت، انهي واحده من دول؟ هل الانتر اتريال تراكت ولا الاتريو فنتريكولار نود ولا الانتر نودال تراكت ولا السينو اتريال نود؟ اقل واحد في الكوندكشن، ذا ليست ريت اوف كوندكشن ان ذا هارت، مش خدنا الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت؟ اقل مكان مين؟ انت بتتقلوها شاف يقول لك ليه؟ ليه ده اقل مكان؟ اي في نود، مش في حاجه اسمها اي في نودال ديلي يا ظلمه؟ اي في نودال ديلي، اي في نودال ديلي، انت بتتسالهم يقول لك ايه فايده الاي في نودال ديلي؟ طب يقول لك ليها اصلا هي ابطا واحده، يعني اصلا مش انت السؤال ده كده بيبقى ايه؟ يعني مجرد واحد بيقول لك انت اسمك ايه؟ يعني لما يقول لك ايه ابطا
استراكشر بيدي كوندكشن، ده زي ما يكون بيقول لك اسمك ايه، يعني متوقع انك هتجاوبه وانت مغمض، فعشان يسالك بعد كده هي ليه هي الابطا، وبعد كده يقول لك ايه اهميه انها تبقى بطيئه. يبقى الاجابه هنا يا جماعه الاي في نودال ايه؟ الاي في نود، لان في حاجه اسمها عندها اي في نودال ديلي، ودي مهمه علشان كنوع من انواع البروتكشن للهار للفنتركلز يا جماعه. لو الاتريوم اتجنن وتخيلت كل الجنون بتاعه اتنقل للفنتركل، لو في اتريال فايبريليشن وده فيري كومن انه يحصل واتنقل للفنتركل وبقى في فنتركولار فايبريليشن، البني ادم هيضيع على طول، صح ولا ايه؟ طب السؤال من هنا، مين اسرع واحد في الكوندكشن؟ ايه رايكم؟ ويتش اوف ذا فولوينج لا دي حاجه ثانيه، مين اسرع واحد؟ البركنجي فايبر، الريت اوف كوندكشن كام؟ 4 كيلو متر في الساعه؟ 4 متر في الدقيقه؟ في الثانيه، احفظوا التمييز، انت ممكن تبقى يقول لك 4، بص انت حافظ انهم 4 ماشي، تيجي في الامتحان يقول لك ايه خلاص هو دقيقه خلاص الناس جايه يا جماعه، يبقى يقول لك ايه الريت اوف كوندكشن از 4، ويجيب لك الاختيارات بقى، هل هو متر في الثانيه ولا متر في الدقيقه ولا سنتيمتر في الثانيه؟ يبقى متر في الثانيه. وضحت الصوره يا جماعه؟ ها؟ وضحت؟ خلاص علشان الوقت يا جماعه، هو في اسئله كتير. دي كانت اخر محاضره لنا يا جماعه، بالتوفيق ان شاء الله.